تعريف الكتاب المدرسي هو الذي يرسم الحدود العامة للمعلومات والمفاهيم والقيم التي يتعلمها الطلبة، كما وأن الكتاب يمكن أن يقرر إلى حد كبير طرائق التدريس الملائمة الواجب اتباعها في تعلمهم. شروط إعداد الكتاب المدرسي: هناك العديد من الشروط الواجب مراعاتها في إعداد الكتاب المدرسي، أولاً من حيث المضمون وثانياً من حيث الشكل. من حيث المضمون، أولاً أن تتفق مادته مع الأهداف التربوية بجميع مستوياتها. ثانياً أن تكون مادته العلمية سليمة وحديثة، فلا يجوز أن يحتوي الكتاب المدرسي على مادة خاطئة. ثالثاً أن يكون أسلوبه مبسطاً واضحاً خالياً من اللبس والتعقيد اللغوي، مع السلامة على المحافظة اللغوية. رابعاً أن يكون الكتاب مشوقاً وجذاباً بمادته العلمية وطريقة عرضها. من حيث الشكل، أولاً أن يكون حجم الحروف معقولاً مع الابتعاد عن استعمال الحروف الصغيرة حرصاً على سلامة بصر المتعلمين. ثانياً استعمال الحروف الملونة للعنوانات أو لإبراز خلاصات أو تعريفات معينة، أو استعمال الخطوط التحتية أو المستطيلات من أجل لفت انتباه المتعلمين. ثالثاً أن تكون الصور ملونة والأشكال واضحة. رابعاً أن تبذل عناية فائقة في طباعة الكتب لتكون خالية من الأخطاء المطبعية. طريقة تأليف الكتاب المدرسي: أولاً عن طريق التكليف، ثانياً المسابقة، ثالثاً اللجان. مواصفات الكتاب المدرسي: أولاً المقدمة، المحتوى والأهداف التعليمية، الأنشطة التعليمية التعلمية والتدريبات، والعرض وتقويم نهائي كل موضوع أي نهاية كل فصل، تقويم نهاية الوحدة، وأخيراً الإخراج.